الحالة دي معايا بقالها مدة، ويقولي بتاع مش عارفة، مش عارفة انطق اسمه، ده ايه فيه؟ ده الفيل، واللي يقول لي مش عارفة انسولين ده اسمه، سكر. وعند السكر وعند الضغط. الوضع ده ما بيزيدش ولا بيقل؟ دي زادت بقى يا مندى، زادت جامد، وزي ما يكون جابت لي عنك شلل. كنت الاول بمسك عصايه وبخط كده، دلوقتي ما فيش خالص تقدريش خالص. خالص. طب ما فيش اي دكتور حاول يساعدك في الحاله دي؟ كتير كتير، بس لو اقول لك العلاج اللي عندي ولا الروشتات ولا ده ولا ده، انا جاي لي 4 دكاتره شهرت ابن الله يستر جايبهم لي، هو اللي بيعني ابو العيال دي، بيجيب لك الدكتور البيت، بيجيبوا لي البيت. ما تقدريش تروحي الدكتور. لا جايبوا لي، جايب لي 4 شهرت والله. كل ما فيش اي حد فيهم قال لك اي حاجه؟ اللي يقول لك الحاجه صباح ما عندهاش حاجه، طب امال انا عندي ايه بدلها؟ فانت نفسك في يعني تتحركي؟ انا نفسي اتحرك واخس، مش طالبه حاجه من ربنا الا كده. انا عايزه دكتور لو سمحتوا يتبنى حالتي ويشوفني امشي، بس حتى بقيت عمري اللي انا عايشاه، بس مش عايزه اي حاجه من حد. انا الحمد لله عايزه بس اروق وامشي زي الناس، واخش حمام بس فقط لا غير. وبالله عليكم تشوفوا حالتي.